تحت شعار نحو الإبداع والإتقان في طب الأسنان، جامعة الشام الخاصة تقيم المؤتمر الدولي الثاني لطب الأسنان، وبرعاية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا وبمشاركة نخبة من الأساتذة والأطباء من دول عربية وأجنبية، وذلك في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق. تفعيل هذه النشاطات والمؤتمرات العلمية والبحثية التي تساهم بشكل كبير والتي لها دور فعال في رفع ترتيب وتصنيف جامعاتنا على المستوى العالمي، وأهم شيء في هذا المؤتمر هو حضور باحثين من خارج سوريا للمشاركة بأبحاثهم العلمية وتقديم خبراتهم في هذا المجال، وبالتالي فهو فرصة طيبة للقاء الباحثين مع بعضهم، وفرصة طيبة لاكتساب طلابنا سواء في المرحلة الجامعية الأولى أو الدراسات العلمية المعرفة العلمية من هذه المؤتمرات، حيث كما ذكرت فرصة لتبادل الخبرات والأفكار بما يواكب التطور العلمي والتقني في هذا المجال. أهمية المؤتمر جاية من قضيتين كبار. القضية الأولى أنه آثرنا بهذا المؤتمر أنه غالبية الناس تكون من الخارج، كنوع من إعطاء الدعم والزخم للكلية وللمؤتمر، كنوع من إغناء المؤتمرات اللي بتصير، اللي نحن كمحاضرين سوريين طبعا على نفس الكفاءة وعلى قدرات عالية جدا محاضريننا، بس كنوع من الإغناء عن الرتم الموجود التقليدي من محاضريننا نحن من أبناء البلد. المؤتمر الدولي لجامعة الشام الخاصة مشكورة، مؤتمر علمي يحتوي على محاضرين من جميع أنحاء العالم، مؤتمر قيم، برنامجه بتعلق بكل تفاصيل طب الأسنان ومفيد جدا للأطباء وطلاب كلية طب الأسنان اللي موجودة في سوريا. محاضرتي سوف أتحدث بها عن زراعة الأسنان، وأنا سعيد جدا لوجودي في هذا المؤتمر ولتواجدي في سوريا، وأنا مسرور لكوني سأنهي ختام المؤتمر. يشكل المؤتمر إضافة نوعية ومعرفية علمية لتطوير وتحديث هذا القطاع بكافة جوانبه التعليمية وفي إطار البحث العلمي وفي مجال تقديم الخدمات للمجتمع.